اهلا وسهلا بكم وحياكم الله ورمضان مبارك عليكم بالخير والصحه والسعاده. واحلى ما برمضان هو الليالية، وان نستثمر الليالية في حكي قهاوي. وحكي القهاوي متفرع، وحكي القهاوي وضيوف القهاوي هم مختلف الاختصاصات. وحكي القهاوي لوق حكي القهاوي لوق عيني يا فوزي، خل نحكي احنا اليوم ويا بالقوزي. الله يا رسول. الله يسلمك استاذ ماجد حبيبي. شلونك رسول؟ الله يحفظك. رمضان مبارك عليك. رمضان كريم علينا وعلى كل الشعب العراقي ان شاء الله. وان شاء الله يا رب يعني شعبنا دوما سعيد ويضحك وكل هالزينات تكون بالشعب العراقي ان شاء الله. الله ان شاء الله. رسول انت شخصيه محبوبه. الله يسلمك استاذ. شلون تشوف تفاعل الناس بالشارع وياك؟ والله يعني الناس يعني بصوره عامه العراقيين يعني الجاي اشوفه يعني بالشارع يحبوني يحيوني. ما سالت نفسك في يوم من الايام ليش يحبوك الشارع العراقي؟ وحتى يعني في دوله الخليج الاشقاء القطريين وباقي كل العرب. هي كانت في كل العرب. الحمد لله والشكر. طبعا ما عندي اساءه، ما عندي تجاوز، ما عندي سلبيه، مو يعني احمد لك بنفسي، بس يعني انا بعيد عن هاي السوالف، لا اتجاوز لا اغلط. يعني ما احب هاي السوالف، يعني وهي اصلا متلوق لنا هاي السوالف متلوق. فالحمد لله والشكر ما دامني ماشي بطريق صحيح الف الحمد لله والشكر ان شاء الله. صايم يعني استاذ ماجد؟ انا شلون الجهال؟ احنا جهالنا الصغار ايه؟ يصومون ال 12 صوم العصافير يسمونه. اي ال 12 اي انا ما اتحمل. حلو، يعني يقول انا ما اقدر. ما اقدر صوم ال 12 صوم العصافير. اي ان شاء الله كل يومين راح احسبهم يوم واحد. اي من 12 ل 12 ايه؟ وهكذا. بس انا بالفطور ما اخليهم يفطرون، الصيام خطير ابدا. انزل لك على السفره دوسه ونص. رسول يعني هل فعلا انت تاكل بهذه الشراهه بهذه الكميه؟ يعني لو هيك للمزاح. هذا طبعا للمزاح يعني للشقه. بس يعني مال اليوم تقول لي اي بشر يعني مو الا رسول، اي بشر تجيب له طلي كامل ما يقدر. زين خيرنا ياكل نص من الفخذ. خيرنا هذا وين ياكل؟ هذا يعني هذا بفتحه لهذا. اي هذا الا المعده مالته هيك. زين فيعني هو الاكل بس دعايه يعني. بس هي مشت عليك بعد. اي بس اذا تجيب لنا هنا صينيه ونعطيه. ايه افتح نفسيتك جوز انت تاكل اكثر من يمي. لا والله واهس، هي العين تشبع. اي واهس الاكل واهس. اللي جابك علي وش ذكرك بينا؟ وش ذكرك بينا؟ 20 عام انقضى وانت اللي ناسينا. حبيبي استاذ حبيبي. اه يا محمد الشامي الله حي الله ضيفنا الدائم محمد الشامي. طبعا رسول يعني يختلف عن كل شنو، ينطيك الطاقه الايجابيه وينطيك الاسترخاء في نبرات صوته. يعني هو انسان حتى مثقف ودارس، يعني مرحلة زينة. انت قلت يعني ينطيك الطاقة الإيجابية، يعني مو فقط بالتشجيع أيضا بالغنى رسول. لازم لازم هو اليوم المفروض اللي يكون يشجع مثلا، يعني مو فقط أشجع وأصيح وأسوي، المفروض العالم تريد من يمك. اليوم نقعد احنا بسوق واقف، نقعد بسوق واقف، فادي موجود يدق بالطبلة وانا اقرا اغني اصيح مرينا بيكم حمد واحنا بقطار الليل وسمعنا دق القهوه وشمينا ريحه هيل. هاي الاغاني يعني هم يردونه. انت تعرف شوف رسول على المدرجات عادة، بما انه انت مشجع فدائما الاغاني الخفيفة هي اللي تشد، مو صح؟ أيه لو لا؟ أيه هاي الاغنية مرينا بكم حمد وغيرها، مراتك مواويل حلوة بصوتك، هاي تجلس في جلسات خاصة تكون، مو صحيح؟ أيه لو لا؟ لا لا على المدرج يختلف. أيه بس هاي مثلا برا كان سوق واقف
نقعد بيه بأحد الكوفيات المقاهي، نقعد من نقعد بالباب ماله اكو طاولات تصير، فهاي الطاولات نقعد عليها، فهم شرادوا احنا بداية اللعبة الفريق الخسران شندق له في ملا مسافرين في ملا ما ادري وين ما ادري تجون لو ما تجون. هاي للفريق هذا الخاسر اي للخسران بعدين تشجيعنا احنا مثلا ندق ثلاث دقات عراق مثلا العب يا الابيض هيوه يا عراق نصيح نحفز اللاعبين عدنا شلون بالله رحنا للحضره ودعينا الفوز يرجع بين ايدينا هاي بالملعب رحنا للحضره ودعينا الفوز يرجع بين ايدينا حتى ابو الحضره عرفنا حتى ابو الحضره عرفنا احنا العراقي عاشقين. ف استاذ ماجد هاي تشد شد اللاعبين. انت وياك فادي فادي البصراوي، انت تحفز فادي لو فادي حفز؟ لا احنا لازم بوقتها واحد يشد الثاني. صحيح يعني احنا مثلا شلون نقول بغربه بغربه وهاي لعبه لازم يعني مساله نثبت والحمد لله والشكر يعني تعدينا اليابان. اليابان كان يعني مثل ما نقول متخوفه كل الفرق من يمه. اليابان قوي. شلون صار هذا يعني مفاجأة الفوز يعني؟ والله هي مو مفاجأة لأن احنا فزنا على اندونيسيا ولعب قوي. اي شكرا اندونيسيا فزنا عليهم. شكرا اي اندونيسيا فزنا عليهم فوز حلو. يابان فيتنام بس صارت يعني ألعاب بدور المجموعات مو مجموعتنا احنا طلعنا بالعلامة الكاملة 9 نقاط. رسول انت من اي منطقة؟ يعني بغداد. بغداد يعني البلديات يعني عادة المشجعين يطلعون من المناطق الشعبية مو؟ وين البلديات من شعبية؟ يعني اقصد لا اقصد يطلعون مثلا من الفضل من الكارخ من ال هاي وين انت تحكي على القديم انت؟ هو هذا قصدي وهو هي الروح الشعب هو عند الروح الشعبية. احنا 2024 يعني من كل مكان ان شاء الله يطلعون المشجعين. طيب ما صار بينك وبين مهدي؟ هذا اكو دوافع طبعا. تحياتي لابو علي مهدي الكافي. ترى اثنينكم واحد يحب الثاني. بالعكس احنا وامتداد ايش مهما يكون احنا نبقى اثنيناتنا عراقيين. عافية عليك. يعني احنا اليوم حتى لو نطلع برا انه مهدي رمز. مهدي مو انا امحي ولا غيري يمحي. عافية عليك. مهدي قديم. مهدي حاضر يعني مونديالات بال 89 هو موجود. زي هو يقول لك انت انا كاظم الساهر وانت سعد الساهر. ما يخالف انا اتحملها عم ابو علي. ايه؟ يعني ابو علي بس الولد يعني صار وياه موقف وياهم اول ما وصلوا انه اتصلوا علي. قالوا له ابو علي ما اعرف انا ما كنت حاضر بالاتصال بس انا اللي سمعته واللي طلع بالاعلام على اساس قايل لهم انه لا تجون سوق واقف ممنوع وكانت كل الدول هي تحتفل وين بسوق واقف. فما ادري فمن هذا صارت ملابسات بس يبقى ابو علي مهدي الكرخي يعني. انت سوق واقف مشيته ما شاء الله. احنا سوق واقف سوق واقف صدق صار سوق واقف لان كلها واقفه وتباوع علينا وكان احلى جو العراقيين. هم شوف رسول يعني العراقيين وحضرتكم المشجعين يعني انطيتوا للبطوله فجو اخر عدا المستطيل الاخضر عدا الملعب عدا المباريات بدت الناس تروح السوق واقف حتى تشوف رسول ايش يحكي مهدي ايش يقول العراقيين شعدتهم من قفلات مو ردات جولات ما حد يردتنا. عندنا هاي ديتش بوغن باقلوا وكلاء ليش بطل من عشانه واجله ديك باغن باغلو واكلا ديك باغن باغلو واكلا وليش بطل من عشانه واجله الله الله وليش بطل من عشانه واجله يا جماعه لا تطولون العتاب
يا جماعة على طول العتب واقف بعرف وعب العراق. فهذني هذني القفشات كلهن حلوات وكانوا الاخوة موجودين مشاهير بيت رشك لحياتنا لهم، يعني سوينا جو خرافي. يجي القطري يريد اغنية عراقية، واكثر الاغاني اللي طلبوها اي نسمع منك الاغاني اللي يطلبونها، ها عمية بيع الورد يعني الخليج، يعني السعودي يريد عمي يبيع الورد. أغنية عمرها 100 سنة. عمي يبيع الورد. قل الورد. عمي يبيع الورد. عمي يبيع الورد. قل الورد بيش. قل لي. قل الورد بيش. قل لي. بلك تدوس على الورد. بالك تدوس على الورد وتسوي خله الله. يصير حسابي يوم باكر ويصير حسابي والله اشتق له الله. يسألوني يقولوا لي شنو الخله؟ ايه قلت لهم يعني شلون واحد معوق ما يقدر يمشي، هذا بيخلل خلل. فالخله هي تخل بالورد. رسول، مواقع التواصل الاجتماعي الفيس، الانستا، تيك توك، الها فضل عليك لو انت لك فضل عليها كجمهور؟ ها بالعكس لهم فضل علي. يعني يعني هي روجت لك لو انت، لانه شخصيه. لا لا اسمعني استاذ ماجد، انا عندي حساب واحد إيه؟ مالي حساب مالي إيه؟ ببطولة آسيا صار عندي 600 حساب باسمي، وهنا مو باسمك كل المولي، أنا عندي بس واحد فالحسابات صارت بكأس آسيا. يعني أنا التيك توك مالي البرنامج ب 700 ألف متابع. هذا ب هذا مالي إيه؟ اللي بكأس آسيا. زين بكأس آسيا والله ما عملتيها أنشر زين. إيه؟ صراحة على قولة واحد خابرني قلت له راسي ما اقدر احكي، قال ايش عندك وانت شو مسوي؟ انا مو قصة شو مسوي، العالم ما تعطيني مجال. يعني في اليوم طلعت مفضوح من اللعبة، يقولوا لي اقرا وانت مفضوح. يا شلون الاغنية تطلع كان سيدي مشخط شلون تطلع؟ بس انا مو جبت لك بالقوة مو؟ اي والله قوية مع سيدي مشخط كان واحد كان ديش مخنوق. اي فانا ما كنت هناك ما انشر، يعني حساب لقيته صار مليون باسمي، هم يعني مسميه رسول ابو القوزي، صاير مليون و200 سواب كاس اسيا، وانا حسابي اللي مسوي من قبل هو بقى على 700 نفسي على نفس الحاطه وهذا بقى. رسول هسه لو تفتح مطعم انت أي. تكتب عليه رسول ابو القوزي، مطعم رسول ابو القوزي، تتوقع ينجح يمشي؟ ناجح 100% وخابروني هواي. ايه؟ ايه بس يعني انا بعدنا هاون هاون. زين شنو رايك نفتح مطعم انا وياك؟ والله استاذ ماجد ها؟ مطعم رسول ابو القوزي باداره ماجد سليم. والله يعني لي الشرف. ها شنو تقول؟ ايه بس انا هاون هاون. بس انا ما عندي الفلوس، الفلوس عليك. هسه سهله الفلوس. الفلوس علي. ها انا ابو الفلوس. اذا ابو المشروع محمد الشامي. ايه. شو تقول؟ مو قصة فلوس. مو بس مطعم نفتح يعني كل شيء. المطعم خابرني ولد عنده ثلاث مواقع ملك مالته. عنده واحد بالمنصور. ايه. واحد شارع فلسطين وعنده واحد بزيوني. زين. قال ذني الرجال هو متمكن يعني. قال لي هذني تريد ان افتح لك يمن بيوم واحد وثلاثه باسمك. ذكي هذا. قال ثلاثه افتحها نفس الفتحه وباسمك. قالوا كوادرهن وكل ديكور كلهن اسويهن لك نفس الديكور. قلت له انت اللي طب بزيونه اللي طب بمال زيونه حبالك مثل قاعد بالمنصور؟ قلت له لا لازم شويه تغيروها. فالولد يعني له علي وقال لي حتى جايب كوادر طباخين يقول لك القوز مالهم
صدق تفقد؟ لا ماكو لا اخي هو ماكو واحد ما يحب الاكل. اي صدق ابو جاسم ماكو واحد ما يحب الاكل. اي بس ما ياكل ترى يموت. زين ليش تحديدا ابو القوزي يعني اكلتك المفضله هي؟ أيه صحيح اكيد. وينك يا صينية قوزي هس؟ لا طبعا الغنم له طعم خاص مو أيه أيه العراقي. اي الله بالخليج ماكو لا ماكو مثل الاكل. بس جماعه بيت حمد الملي يعني انا احب اشكرهم يطبخون له طبخ عراقي يعني غنم عراقي وصلوا لحم منه واحد جاب فلين حلو قاموا يسووا لي اربع ايش قصات اي ويطبخون لي طباخ لا يخلي فلفل لا يخلي اي شيء كل شيء ما يخلي هناك كله فلفل اكلهم مو بحار يقطع القلب بس اقول لك شو تعودنا انه صار طيب عندنا مو إيه؟ السبايس طيب الفلفل يطيح البراطم يطيح البراطم رسول سمعنا مواويلك الحلوه شغلاتك الحلوه ونمت ونمت ليومين ما جاني الى يومين ما جاني ونمتان وعفي عيوني عفي عيوني لجلجتان ولمتان ولمتان الناس على القهر تضعف ولمتين ودور ويدي المربرب ولمتين وخلي الناس على القهر تضعف ونمتين ونمتين سمن حسب الاثار ورمبيه الله حلفت بالعباس ايه حلفت بالعباس يصبح والفزين خانان بالتفتيش ينبا بالحسين محمد شوف انه برسول مشروع مطرب ناجح لازم هو يقرر هو صوت عنده يعني هو عنده صوت ما سألتك انت فنان اي عنده صوت وصوته مرصوص ما بي فراغات يعني من يغني بس كون يقرر يصير مطرب هاي القرار يمه لان هو مو كل واحد عنده صوت قصدي اي واحد هو يقدر يغني شنو المفروض؟ المفروض يقرر هو يحس انه عنده شيء يريد يوصله للناس هو هسه يدندن ويا روحه يعني ويا نفسه لا اريد من يغني يحس اكو ناس ذا السمعه مو بس انا رسول تمر من بابنا تمر من بابنا ودير وجهك لي شعلاقة بابنا وش طلع بينا حبيب الباب من يوم اللي عرفناك على لون التحب صابغينا حبيب الباب مني يشوف طرواك يصفق لك هلا بطلاك تينا يعبر ونينا على بجويس مبويا صوته قلت لك مخصوص بس شنو يراد له؟ أنا أسأل قبل لأن أعبر عليك لازم سمعنا بس قبل ما يعبر الونين مفكر تصير مطرب؟ يعني لا محترف يعني يعني أنا أشوفه شو يرهم حفلات يرهم للمقام شو شوف؟ لا هو شوف كشخصية هو هسه ما محتاج يصير مغني بفلوس يعني لا مو أنا لمود فلوس بس اسمح لي بس
يعني يصير مغني ويطلع حفلات ومطاعم وما لا هو أنا ما أجيب الطارة الفلوس أنت شنططك لا مو هذا الموضوع أنت شحتشاك هو ممكن أنت شنططك أنت شحتشاك أنا جيب الطارة الفلوس يجي قلت لك فلوس عمي يصير لا لا دقيقة يا أخي أنت هسه الفلوس أنت هو ساكت أنت أنت ليش ما تجي السؤال ما أدري الفلوس هي قد النفوذ لا لا اسمعني أنا المفروض إذا ذكرونها تهدون إي والله رسول ما أدري شنو أنت أنا جيب الطارة الفلوس حتى انت شنطتك وانت شحجه هو بعده ما خليته انت ما ادري انت ليش كملت ما خليته يكمل سبيج لا هو هاي مو بال صلى على الحبيب كل حلقه بعد صلينا على الحبيب اللهم صل على محمد هنا هسه راح يعبر عليك بعد يرهم يرهم يغني مقام مقام عراقي لان صوته المقام يراد له قوة ودفع فبالغناء العاطفي هو لأنه ما محتاجه يعني إنسان يعني زين. ما عنده معاناة حبة شيء صح لو لا؟ إيه يعني الناس تحبه هواية والبنات رسول ما عنده ما عنده لا ما متزوج ما متزوج عزب عزب إيه عزابي عزاب عزب على جفون بحلم بس كون عينك سالمة خليك إحنا اليوم محور حلقتنا هو عن تربية الحيوانات الأليفة والطيور محور حلقتنا عندك واهس بتربية الحيوانات عندك بزونة بالبيت عندك عفوا كلب عندك طيور معتز بيها تربيها كذا عندك هذه الهواية طبعا هي حلوة عندك ميول حيوانية يعني للحيوانات ألفة ايه؟ لا لا ما عنده ما عنده اخاف من يمو اخاف ابو اموج يقول لك رسول يخاف من البزونه لا لا مو يعني من البزونه يروج بس يعني شعرها وهاي ابو يعني ما تربيها ما اي هاي البزونه بس عندي طيور الحب ايه اعطي ذنب بالقفص ايه لا اريد فشي هيك يتحرك لا غلطنا لا اللي يتحرك هذا يخوف كراهيه عندي من يمهن يعني ليش قاعد اكو يعني عندهم مهس ويربون ويشترون مباني بوب صغير هيك بوب صغير حلو تشيله هيك الله تمشي بالمنصور انا وزني 175 وروح اشيل البوب 10 كيلوات صرت 200 شيء وين وجهي مو هاي لا قلتن الاكل اللي انطيه للبوب احطه ببطني والله بس هذا اكله يختلف وهاي بس يعني شنو هو احب الطيور عصفور على شتافك ها هذا عجبنا بلبل اليف اي يعوف الدنيا كلها الا يضرب قرنا حلو شا قلت لك حرب وياي سالك ساعتين بالقفص شايل علي هنا وينتظرها كان البلبل حلو وعند طيور الحب مربيين مخليين يتكاثرا حتى مداريهن الدخن اجيب لهم دخن كله زين دخن اصلي يعني اذا انت مربي تحبهن يعني مش قد ما نتفرع بالمواضيع وبالحديث لابد نرجع الى الرياضه ولا المنتخب سالفه الرابطه وسالفه المشاكل وغيرها تصور راح يعني تفوز ان شاء الله بالرئيس الرابطه على شيء استاذ محمد استاذ ماجد الرابطة مفهوم الرابطة بأنه الرئيس هو ما يشجع طيب الرئيس رئيس الرابطة ما يشجع ينتمي لكل الفرق قصدك؟ لا يعني كل الفرق كل الفرق ما يصير يشجع فريق وفريق لا مو قصة يشجع فريق لا مثلا هسه اليوم العراق مشارك ببطولة آسيا ويلعب هناك رئيس الرابطه منسق ويحضر امور الرابطه والمشجعين ما يصعد على المدرجات هذا فيلمه ما يصعد على المدرجات لا عادي يصعد خليه يشجع مو اقول لك بس يحضر لهم كل شيء يسوي لهم الاجواء الملائمه طيب قبل ان نعرف الاجواء الملائمه خلي نروح الفاصل وبعدها نكمل حديثنا مع ضيفنا رسول ابو القوزي وما هي الاجواء اللي ملقات على عاتق رئيس الرابطه حياكم الله
حكي قهاوي، رمضان كريم على الجميع ان شاء الله. وضيفنا رسول ابو القوزي. رسول، قبل الفاصل قلت اكو امور لازم يهيئها رئيس الرابطه، شنو مثلا من الامور؟ يعني الامور مثلا البطايق. اي احنا مو نقول مثلا ملعبنا هنا ونعرف فلان وخابر فلان، هناك ماكو انظمه نظام. نعم. اذا ما عندك بطاقه ممنوع تدخل، ممنوع منع البات. ما بيها هذا، ما بيها، لا ما لا تخابر ولا تسوي ولا هذا خابر علي حج فلان ماكو. هناك النظام المفروض من مهام رئيس الرابطه انه اهيئ البطايق، لان يعني اهم شيء للمشجعين. اي وشنو اختيار المكان اللي بالملعب مهم جدا. يعني احنا بلعبه الاردن ذابين بزاويه والملعب كله مقبض، زين احنا شري شو نسوي؟ حتى من نصيح ما حد يصيح. يعني وين الزاويه اللي انطرد بها ايمن حسين؟ اي نعم. منا صايرين بزاويه ايه؟ وهالقدنا ومحصورين وبطايق مشتته. المفروض مكان وسط الملعب اشيك خرائط مال الملعب موجوده، خريطه الملعب هاي وين هاي وين، وشيك هذا المربع وهذا المربع، اخذ خرائطين. انت اتحادك قوي، ناخذ البطايق الزينه تعجبني انا، مو البطايق يروحن منا ومنانة وانا اظل حاصر نفسي بزاويه، هذا غلط. يقال انه في مباراه يمكن الاردن يعني الحد قبل ما تبدا المباراه انه انتم باقين محتارين، يعني ما مهيئين الاجواء، ما مهيئين المكان. انا هذا لان اخوي صحفي رياضي ذا تعرفه ساجد، ساجد سليم، هو كان ينقل لي دائما، فقال لي اكو معاناه للرابطه الان، لحد الان ما عارفين مكانهم وين. يعني احنا تعرف اول يوم اول لعبه ويا اندونيسيا ما طببوا ولا طبل ولا شيء، ولا مشجع عراقي، لا ما طببوا ولا اغراض اللي ندق بيها. آه آه. لازم الا تصريح، مو احنا مو انا شو هاي مهام رئيس الرابطه، شنو الات جارحه هي؟ لا 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 الا تصريح، لا حتى الاستيج اول قطعه اللي تصير نتدخلها وياك الا تصريح، بس العلم وبعوده خفيفه مسموع لك. العلم هذا لافتات، ما لافتات الا ممنوع الا تصريح، ويشوفونه وكم متر وش قد والطبله شنو حديد، حتى نوع الحديد يريدونه. بس لا تقول لي جلد يردون مال غزال ولا مال، لا 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 هذا من حقهم، من حقهم، لا من حقهم. كل البلدان استاذ محمد، كل البلدان جاي يسوي هيك وتصاريح ويدخلون ويطلعون وغراضهم، وحتى يخلونهم شلون هاي البقي اللي عندنا تنقل كبار السن. أيه. بس مفتوحه بدون كراسي، هاي تخلي اغراض الرابطات وتدخل. بس احنا شنو هو؟ يعني الخلل بيه من رئيس الرابطه؟ لازم يعني لازم رئيس الرابطه مهدي، الخلل بمهدي مو نقول بمهدي بس هو رئيس الرابطه، يعني هو رئيس الرابطه. أيه. المفروض علي ابو علي ان يصحح مساره في اللعبات القادمه. أيه. يعني يكون هيك يسوي، يقعد ويا المشجعين، يقعد ويا الكابوات، يقعد ويا الاوتراسات، يعني افهمهم. هاي حمي رطينه ثاري، تدري الناس ايش عبالها؟ عبالها المشجع تعال وصعدوا وهو جواله حمي رطينه. ماكو ماكو اللي شوف عندنا اكو بعض البعض يجي هذا يريد يتفرج، هذا ما يصيح اصلا، ما يحكي له حكايه وحده، هذا من يصير جول ويسوي ومن ماكو شيء يقعد ساكت، هذا ما يفيد، مو ما يفيد، مع احتراماتي لهم. قبل فتره لعبه العراق والسعوديه زين سلة يصير جزاء للسعودية، شلون الجزاء؟ اي هاي الثلاث ضربات، ضربتين وثلاث ضربات بها وضربة واحدة. ايه. من يريد يشمرها الجمهور شو يسوي؟ هذا ما يركز، تطلع الطوبة تروح. ايه. طق بالهاي لو هيك لو بالسلة وتطلع لو بالحديدة ما السلة. فالجمهور، الجمهور له تأثير قوي، الجمهور له تأثير قوي. واللاعب رقم 12، جمهور لاعب رقم 12. بس احنا نريد مثلا هسه راح تجينا لعبة الفلبين، راح نسوي انه تباوع على الملعب كله كنا على العراق، هذا المخطط. المخطط ايه؟ هذا شنو ما يراد له شيء، اقيس الملعب ايش قد الاسود، ايش قد الابيض، ايش قد الاحمر، ايش قد الاحمر. نعم.
الله اكبر خليها بثلاث جهات لان البي المقصوره ما يصير، هذا ما يصير بي ايش تمام، البي المقصوره الفي اي بي وكبار الشخصيات هذا راح يبقى، فهذا راح يصير الملعب منه ومنه علم عراقي يعني هيك علاقه يرفعها المشجع واحد فوق الثاني راح تصير فتشي كلها اسود ادهن زردومك مو قوي بالزلابية عليك ان تكون قويا في الزلابية يا رسول ابا القوزي شو سموا هذا الواحد المنهم عليك ان تاكل هذه عوده واحده طيع عوده واحده تحدث بالفصيح بس عوده بس عوده دير بالك لا تطيح الا وعيني اقول له احكي بالفصيح يقول لي دير بالك لا تطيح شو ايش اقول شوي الزلابية مو شيء شلونها مو قويه جيب القوزي نعم الخير والبركه كله موجود محمد لا ما مد ايدك مد ايدك ما باب الاغا طيبه طيب ما تاذيك على صوتي تاثر حتى اذا بيك سكر مال باب الاغا ما تاذيك لانها قليله السكر وطيبه الطعم الازلابيه بيقدموها بالفواتح ليش؟ ليش؟ لان تضحك مفرحه شكلها مفرح اكيد اي والله ايش فيك فما تتقدم بال 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 بالفواتح يزنود الست شغلات هالفواتح رسول هسه صوتك صار حلو ليش؟ لان اكلت زلابيه هلا نسال استاذ محمد صحيح يصير حلو اذا بالزلابيه؟ اي لا ها؟ يصير حلو؟ يلا يصير حلو؟ اي يصير حلو احلى بحلا صار؟ ها؟ صارت بحلا؟ يلا دوس ميحانه ميحانه ميحانة ميحانة غابت شمسنا الحلو ما جانا غابت شمسنا الحلو ما جانا حيك حيك بابا حيك ألف رحمة لبيك هذول العذبوني ذول المرمروني وعلى جسر المسيب سيبوني بعد ما سيبوني الله إيه بعد ما تنسى على جسر المسيب على جسر المسيب المقرودات تندل هالمسيب اه تندل هالمسيب شو وين يصير المسيب تطلع منه ايه وتلوف منك هذا الشارع قبل ايه ايه قبل قبل محمودية تجيك محمودية وقبل لا ماكو قبل لا قبل صعد على الحولي ها على الحولي اي انه الحصوه الحصوه وتاخذ يمنه اي وتاخذ يمنه اي بس تعبر الاسكندريه شوي الاقيك اي ذاك اليوم رحت له ضباب باللي رحت اي اي ضباب حلو هو الطريق حلو الطريق حلو نرجع لل للرياضه اي برايك الان المنتخب يعني بعد هاي لعبة تصير صح ولا لا؟ فريق يخسر يفوز مو صح ولا لا؟ مضبوط فوز وخسارة فوز وخسارة هذا الفريق شلون المنتخب ها بالمناسبة التقيت يعني بكاساس عرفك يعني انه انت مشجع وإلك جمهور وكذا كاساس ببطولة الخليج يعني يعرف وكان المترجم قال رسول مشجع ايه وبعد يعني زين شلون ترجم له رسول ابو القوزي بالانجليزي؟ بعد ما اعرف زين لا لا قال له مشجع العراق لا ما 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 قال له اسمه ما ما ذكر لا تمن ما قال اوزي ما قال اوزي رسول ابو القوزي وينك القوزي بالانجليزي ما تترجم لا ما ترجم لي القوزي والله ما تترجم رز وميت رز تمن ولحم تمن ولحم لا لا هي كلمه القوزي هو الطل الصغير ابو القوزي تدري شنو اصلا؟ اي اصل القوزي شنو؟ شنو؟ ومو الطل الصغير اي الصغير هو لا اي من اللي يذبحون النعجه يطلع النعجه حامل حامل هو هذا القوزي يسموه اللي ببطنها يطلع هذا يسموه القوزي القوزي بس هي لا بس هي مشت عندنا كاكله طبعا وهاي الشغله كلش متعبه انا يعني كلش مال يعني هالشيء ببطن هذا شو ما احب هاني جدا نعم نرجع الكاسه بس هو هذا الاساس يعني لا بس بس الضلع اطيب من البطن الضلع ويوم وبشوية هيك اللحم ومسدد ضلع اليوم شعل المعن يا ابويا يا ابويا لا تسولف عني الله بيوم شال الضعن تنحيل اه الك عقده بدليلي وعيب تنحل لما يطلع جديد الشيب
يا ابويا هذا القوي. لا طبعا نرجع الكاساس. اي كاساس مدرب مضبوط يعني وجاي يشتغل صحيح يعني هاي السمعة الى زينه يعني الحكي بده يحكي مضبوط. شوف كل الدنيا هسه انت فنان اكو مني يحبك واكو مني يحكي عليك طبعا مال انت اليوم وتريدها كلها راضيه عنك لا بس الاغلبيه ويا الاغلبيه ويا الاغلبيه ويا كاساس ويا كاساس الاغلبيه يابا هسه نضرب قوزي فاصل بس ناخذ فاصل وبعدها أجنحة وحواصل لا كبدة وحواصل كبدة وحواصل فاصل ونواصل ونواصل خلينا نروح الرغدة ونشوف الناس شتحكي اليوم عن موضوع تربية الطيور والحيوانات الأليفة ومن ثم نعود إلى رسول أبو القوزي. سلم عليك فوزي. حياكم الله. موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الحيوانات الأليفة. طبعاً تربية الحيوانات الأليفة من الهوايات اللي فضلها أغلب الناس في معظم البيوت وخصوصاً إذا كانت القطط والكياب والطيور وإلى آخره. إذن خلنا نروح نشوف الناس المحبة لهذه الحيوانات ونشوف هل هم ضد أم مع تربية هذه الحيوانات أم هي حالة إنسانية أو هواية. فأكيد تعالوا وياي. احنا برنامج حكي قهاوي، موضوع حلقتنا اليوم يحكي عن تربيه الحيوانات بالبيت. شنو رايك؟ انا كرأي شخصي يعني يجوز اكو ناس ما يقبل هذا الراي، كل من راي شخصي. تربيه الحيوانات يعني اكو قسم حيوانات تقدر تربيها بالبيت، مثلا اكو نوعيه من الطيور كناري ما يقدر يعيش برا مثلا بالقفص عادي، ونوعيه مثلا اكو فنجس هذا البلبل الاليف مثلا هيك، بس اكو بقيه حيوانات مثلا بيئديه للاطفال يعني يجيب امراض. الفتره الاخيره الناس بدات تجيب قطط للبيت كلاب، شنو رايك بهذا؟ اشوف يعني هذول مو مال العراق يعني صراحه دوله عربيه، دوله اوروبيه هم يستعملون الشيء يعني بها رعايه صحيه اكثر. هنا ماك ما يعتنون فاذا يجيب امراض الكلب القطه وغيره وغيره يجيبون امراض يعني. لا ليش مو اكو متابعه يودهم دكاتره وهيك شيء؟ اكو متابعه بس مو مستوى المطلوب. زين برايك حاله انسانيه لو موهبه؟ مو حالة إنسانية، موهبة. موهبة رأيي الشخصي أي. إذا حالة إنسانية لو أنا أروح أربي مثلا فد يتيم أعطيها مصرفة أعطيها فد بالشهر مثلا 150 10 من الراتب يعني موهبة بوجهة نظرك؟ أي موهبة أشوفها، علي ما أصرف القطة مثلا علاج أو ربي وشغلات أو الكلب هذا الموضوع. شكرا جزيلا. عندكم حيوان بالبيت تربوه مثلا قطة بزونة عفوا كلب؟ لا. تحبين هواية الحيوانات تربية حيوانات بالبيت؟ لا. زين برايك هو يعني حالة إنسانية لو موهبة الناس اللي عندهم؟ حالة إنسانية عادية يعني ممكن ناس عندهم موهبة بتربية حيوانات؟ لا. شكرا. موضوعنا حلقتنا اليوم اللي هي عن تربية الحيوانات بالبيت بالفترة الأخيرة تعرفون يعني قطط الكلاب، شنو رأيكم بأيضا؟ يعني اللي يحبها شكو بيها عادي شيء حلو. يعني حالة إنسانية مثلا لو موهبة؟ لا هسه أعتقد صارت موهبة، إنه المفروض صار الكل لازم يكون عنده مثلا قطة وصار عنده شي ربي فتح حيوان بالبيت، بس أنا لا موهبة ضدها. أنت شنو رأيك؟ شجع بعد شجع؟ شجع إن شاء الله. عندكم لا ما عاد لو كان نزل قطة بس لا هو كان رافض إنه لأن الجهال كان وراه. كان كناري ما كناري؟ لا لا ما عدنا أي سواف أبد، ما لنا واهس بيها. شعدتش كناري اثنين يعني ما يفعل زي انت شجعها الحالة؟ ايه شجعها يعني حلوة كشغلة حلوة يعني موهبة هي مو حالة إنسانية يعني. لا لا موهبة عسان يعني الإنسان أولى بهاي السالفة. رأيك شنو؟ الإنسان أولى بهاي السالفة، حالة الإنسان هي للإنسان مو يعني عدنا احنا يعني مثل رأي المرة موهبة صارت الأكثر يمكن قبل كانوا إيه يعني يهتمون بالحيوان إنه كإنسانية، هسه صار لا شو صار مثل غيره. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. احنا برنامج حكي قهاوي،
موضوع حلقتنا اليوم عن الحيوانات الأليفة. الفترة الأخيرة تعرف ناس بدأت تربي قطط وكلاب، أنت شو رأيك بهاي الظاهرة؟ والله ضي ظاهرة، يعني شلون أقول لك، إحنا المجتمع العراقي يعني إنسانية عندنا أكثر من لازم. يعني أنت تقول إنسانية لو موهبة؟ لا، إنسانية عندنا ونحب إحنا هي الشغلات يعني بسيطة وحلوة. يعني موهبة وإنسانية سوى. طبعا أكيد. عندك حيوان بالبيت أليف؟ طبعا عندي شو اسمه بزونة. شلون تداري هالبزونة؟ أجيب لها أكل يعني أي نوبات، يعني أكثر شيء تأكل تونة ما تونة أجيب أي عادي. زين، وإذا تمرضت وهذا شلون تسعفها؟ يعني أخبر البيطرية، موجود بيطرية موجود. معتني بها يعني؟ أي طبعا. يعني سبب بالنسبة لك هي موهبة صارت؟ لا يعني هواية، ونقول واحد يعني هو الشيء هي هواية وإنسان. أي طبعا. شكرا جزيلا. أينا. لقد أوصانا رسول الله بضرورة الرفق بالحيوان، لأن هذا أمر إنساني وواجب على كل شخص يمتلك طيبة وأخلاق عالية، وإذا توفير لهذا الحيوان الطعام والشراب وحمايته من كل أذى. إذا انتهت قصتنا لهذا اليوم، وهذه عودة لزميلي ماجد. مع السلامة. حيا الله الجميع، بعد أن كنا مع رغد وحديث الناس في هذا الموضوع، نعود محمد. شو اليوم شبيك؟ يعني تيدي أنا رسول هنا، وأنا يعني تيدي شو اسمه ما يصير، فلازم ناخذ الوقت كله. يقول أنا أحب محمد وأغنيته يفر بي. أنا مغنيها قبل ما يجي ولي الدنيا. بعدنا بعد هذا أبوي ما فكر يتزوج. أي والله، هو إجى بال97. إيه أنا غنيته بال87. يعني إيه يعني قبل 10 سنين ما هو جاي يعني. معقولة كنت تسمعها وأنت في عالم البرز هذا شو يسموه المدرون؟ زين أبو جاسم، وين كان يفر بيك؟ يدول بي. لا، هو الدنيا كلها ده تفتار، والكرة الأرضية تفتار، وهذا يعني. شوف محمد، يعني رسول قبل ما يجي للدنيا ب10 سنين تم مغنية الأغنية، بينما هو يردد بيها، مو صح لو لا؟ هذا شنو السبب يعني؟ هذا دليل على أنه شنو؟ هاي بعد فد 50 سنة تطلع المطرب الذي رحل والأغنية التي ترفض الرحيل. فهاي كهواية، لأنه بعض الأغاني بها صدق وبها سهولة، حتى الطفل من يسمعها يعني. الطفل يريد جملة خفيفة بحيث تدخل هذا، يعني اي واحد حتى طفل مليء. يا رسول يفر بي يا اول محبوب يا يمه، يفر بي يا اول المكتوب يا يمه، يا عيني وعلي انش ترن تن، يا عيني ولو اني بعد وانا بليك عرفت زماني ودمعة عيوني، هلي والناس لاموني، وانا وقلبي على الهجران ما بي تظل روحي يا روحي بليالي الشوق منسية، فربية هو المحبوب يا يمه، وربي رسول ابو القوز يا يمه، يا يمه يا يمه يا القوز يا حبيبي يا القوز يا يمه يا حبيبي يا يمه. وين الصينيه مال القوزي؟ انت تشوف مني يغير بصوته، طلع هاي نبره الحزن. اي يصح يكون ممثل. هي هاي طبعا، هو راح اخذه وياي بالفيلم مال صوت بغداد مال يوسف عمر، يطلع محمد القيسي ابو القهوه. الله، اي والله ايش فيك صدق، ترى ايش حلو مرغوب طور الحزن، ايش بهله مرغوب. هو مرغوب طور الحزن للفاقد للفاقد احبابه. إيه. مو كم واني واني على جني دبابه. الله الله الله. لا اسمح لي، شلون طور الحزن محبوب طور الحزن للفاقد احبابه، هذا رسول الوفي هتشن دبابه. غشيم
غشيم العايف المنقاش ويكض الجمر بيده. اي والله غشيم 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 العايف المنقاش ويكض الجمر بيده وانا مستهوى الله يا ابو جاسم ثريده وعصيده الله يا عدي حبوب تم موتتني شلون تقول له معيات بالعيد قل لي عطلك معيات بالعيد ولي تموت ايه قالت لي خذني وين تمشي زين تقول له معيات بالعيد قل لي عطلك معيات بالعيد خايب يما حميد لو دربك بعيد قلبك نسى يا دربك بعيد نوبي تعاير انا يا يما اللي هناك خيط قلها خيط ما جعتي كباب كباب وهي حزينه عشان اللي يقولون لي يا بنزل للمطعم لا ما اريد احنا شلون شكرا 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 الباب الاغا على الضيافه والكرم وكل شيء وحسن الاستقبال اي شلون؟ قلت له يا بنزلك لي بعد هو بعد هو امر الله لا انا ما اريد عم هي ما تواسيل نزلك لي ما تلعزيزك للعزم منه اي والله كل العزم يا بدل زلان هاي فد يوم وحده الا كمل 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 يا بدل زلان لا والله اخر شيء عودي يا حزنان اريد كباب كباب بعد كل يوم كباب اضرب الكباب بعد هاي فد يوم وحده مات رجلها اخويه من جماعتنا فراح ودفنه زين راح ودفنه رجعوا التابوت فارق قالت له يمه جيت والتابوت فارغ يما جيت والتابوت فارغ قالت هيك جيب دهينه بي سو دهينه ترسل هاي الحمد لله والشكر هذا يعني هذا الموت يعني هو هذا شلون السكه كلها تفوت علي الحمد لله والشكر كنا نموت بس انا ضايج على شغله واحده وهي اللي راح يشيلنا خطيه استاذ راح يطيح لا نسوي لك نزل وزن عاد انا صدق رسول شلون راح يشيلك من تموت اقول الدفان من يطونا عادي يسيطر عليك الطين ويطيع علي وموت النوم جو هي مشكله مو يا مش رايك متغير من المقابر الى الموت الى محمد قعدته مع الواحد الصف اول شايف قبل ما نقعد يشوف الطلاب قاعد عاقل يطلع للبيت قاعد عاقل يطلع البيت اول واحد وعد ليش احنا هيك نسوي حيل يعني مثلا ليش؟ اي مو هاي بعد بها طلعه؟ اي رسول كمل الدراسه لو سادس سادس اي وما كملت بعد؟ يعني مشروع ارجع اكمل اي دراسه الكليه ترى 4 سنوات حلوه اي انا قلت له كمل الاعداديه عشان يصير عندك بكالوريوس عشان يصير بالكره العراقيه تدري لازم عندك شهاده على مستوى اتحاد الكره او يعني اتحادات العالم الآسيوية العربية شلون اكو يا حج عقيل مفتن؟ الله رئيس اللجنة الأولمبية كو شخصية مو؟ شوف يعني عقيل مفتن وجه خير هسا أول ما أجي 200 دونم نعم ورا بس ماي إيه راح يسويها لكل الاتحادات الرياضية ايه مقار يعني مقار هذا إنجاز إنجاز بحد ذاته إنجاز ايه بس عقيل مفتن يعني إن شاء الله راح يشتغل ومن هسه بدأ يعني ليش ما يسوون يحكي شنو صار هو رئيس اللجنه الاولمبيه يعني بدل رعد حمودي شو وقت هذا الحكي صار شهرين نعم ليش ما يصير اتحاد المشجعين العراقيين ان شاء الله يعني مرابطه لا اتحاد ان شاء الله ان شاء الله شوف ان شاء الله دكتور عقيل مفتن يعني
هو الرجال الله مفضل عليه وخير من الله. هو عنده رجل يعني الله مفضل عليه. إن شاء الله يعني هو زلمة راح يثبت وراح يخدم الرياضة. أنا أشوفه أيضا. إيه؟ أنا أشوفه هيك زين. وإن شاء الله يعني أنا أول خطوة إجا بيها هو راح للإمارات يعني كان منتخبنا هناك ودية ويا كوريا. نعم. هو راح هناك وقعد كابتن عدنان درجال أبو حيدر. شلون علاقتك بأبو حيدر؟ أبو حيدر ذهب. كابتن عدنان ذهب. ليش يحكون عليه؟ قلت لك لابد من اليوم واحد أن يمدح بيك وواحد يذم بيك. الحديث فيك ممتع. الله يسلمك. وفعلا انت ثقيل الوزن لكنك خفيف الظل. لا خفيفي خفيفي خفيف الظل خفيف الظل والروح محمد هسه احنا نختم بس قبل ما نختم فد شيء حلو يعني بصوت على ذوقه هو على ذوقك فد شيء هو بسته 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 خفيفه فد شيء بسته اي والله صدق البسته حلو بسته وش ماني وش ماني ما احب عليك ايش ماني تعارجني واضحك وابتسيم وارتاح لك من اللي تشيم شو ذاني شو ذاني ما احب عليك ايش ماني كشمرت بلوايا ليش تريد الروح كشمرت بلوى مثل اللي صاعد الماي قوة على علوة قوة على علوة فأغانينا كلها حلوة يعني أنا اليوم التمست شيء من الخليج إنه الأغنية العراقية الجميع حابتها الكل كل كنت مرتاح باللقاء مفول ها مفول مرتاح لا قدام ذن الصوان شلون ما مرتاح اذا حضر يتغزل يتغزل بالاكل اكثر ما ياكل ترى لعلمك اي اي لازم إيه لازم إيه ترى مو اكل بالمناسبه اريد اخسر ذول اللي يبيعون هذا مال التلحيف فاغنيه على الاكل على الاكل قبل ما نروح غزل بالاكل غزل مثلا البقله والبقله لا لا يا لسه انت انت شنطتك انت ولا غنيني ولا انت شنطتك انت شنطتك يا اخي انت ايش حكاك هو مو احنا بدنا نختم البرنامج قال لي غني تفضل اي انت قلت له غني وانا البقله وانا انطيك راس المشهد يا مزبه هاي مو وجبه اساسيه ها والله يلا على القوزي يا عراق فوزي فوزي وراسول يضرب قوزي يا عراق فوزي فوزي وراسول يضرب قوزي من قوزي من قوزي يا عراق فوزي فوزي وراسول يضرب قوزي يا عراق فوزي فوزي يضرب قوزي يا عراق فوزي فوزي يضرب قوزي